في ظل استمرار حملته القمعية ضد حزب الشعوب الديمقراطية، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن سلطات النظام التركي حكمت على زوجة الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش بالسجن لمدة 2.5 العام بسبب خطأ مطبعي في تقرير طبي. وبحسب الصحيفة فإن محكمة تركية في مدينة ديارباكر أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 30 شهراً على باشاق ديمرتاش التي تعمل معلمة، إضافة إلى طبيبها بذريعة تقديم تقرير طبي مزور. وتعود التهم ضد باشاق ديمرتاش إلى عام 2015 حيث اتهمت بالاحتيال بسبب مذكرة الإجازة المرضية التي تم تأريخها في 14 من ديسمبر كانون الأول بدلاً من 11 من ديسمبر، وهو ما اعتبرته سلطات النظام التركي تزويراً. وفي السياق وصف مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز في تغريدة على تويتر الحكم على زوجة ديمرتاش بالسجن 2.5 العام بسبب خطأ مطبعي بالأمر المروع، معتبراً الحكم مسألة سياسية وأنه يعطي مقياساً للحالة المقلقة التي وصل إليها قضاء النظام التركي. يذكر أن صلاح الدين ديمرتاش الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي معتقل في سجون النظام التركي منذ عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عنه، معتبرة التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية.